من اليوم الأول. يعني عموما حضرتك الاتفاق اللي تم الإعلان عليه دوت التفاوض بشأنه بدأ يمكن في اليوم الثاني أو الثالث بعد بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر على قطاع غزة. والأطراف اللي كانت بتشارك بقوة في هذه الاتصالات مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. كان في مرحلتين حضرتك في المفاوضات. المرحلة الأولى اللي كانت هي حركة لسه الولايات المتحدة الأمريكية ما اتخذتش المواقف اللي هي اتخذتها لاحقا. فكان أول تحرك أو أول تغير في الموقف الأمريكي تم حضرتك بعد إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين. بعد ذلك إدارة الرئيس بايدن بدأت تعمل وتم تشكيل خلية سرية في البيت الأبيض لإجراء المفاوضات أو للإشراف على المفاوضات والاتصالات التي كانت تجرى بين واشنطن والقاهرة والدوحة وحماس وإسرائيل.